طبعا من القصص تاني اللي عايزين نحكيها لكم، قصة غريبة حصلت في الصين، بس طلعت يعني طريقة لاكتشاف حالة مرضية ممكن تكون عند أغلب الستات. القصة إن في بنت كلمت حبيبها أكتر من 100 مرة في اليوم. مين فيكم بيعمل كده؟ بس طبعا المهتمين بالأمراض والعلوم لما درسوا يا هبة الحالة دي حاولوا يشوفوا حالات مشابهة، لقوا إن نسبة كبيرة جدا من الستات ساعات بتعمل كده وبتتصل بجوزها او حبيبها او خطيبها اكتر من مره في اليوم، يعني بس مش لدرجه 100 مره، بس في ستات ممله يعني بتزن. طبعا توصلوا ان السبب في كده هو مرض نفسي عند كتير من الستات، وهو لوف برين او اضطراب الشخصيه الحاديه. مش اسمه كده برضو هنا ولا ايه؟ اضطراب الشخصيه الحاديه، وطبعا ليه اشكال مختلفه يمكن يتكلم عنها اكتر متخصصين. بس انا هسالك بالظبط. سؤال، يمكن يعني الخبر اللي هو بيقول لك بنت صينيه اتصلت بحبيبها اكتر من 100 مره وتاكد، هو ما كانش متاكد ده كله، انها مهووسه بيه جدا. هو انا مهنية دي اعتقد كتير قوي. ان الحاله دي ما بتجيش في لحظات صفاء، واضح ان يعني اكيد كان مثلا في خناقه عايزه يا تخلص شيخ طرها. عايزه تتخانق 100 مره امال ايه؟ تتصل 100 مره. اصل عايز تقول انا مثلا كلام حلو وانا بحبك، اكيد مش هتقوله هات معاك لبن يا وانت شيخ ده جاي. يعني ده في ال 24 ساعه مش هيلحق يوحشها في ال 100 ما هو مره في دي. حاله مرضيه، بس في انا دايما حاجه. دايما اسالك على حاجه بصراحه، انا شفت ده مره بعيني. انا شفت واحده بتتخانق مع كان خطيبها ساعتها، احكي لنا احكي كنا لنا. قاعدين معاها في البيت وكانت خناقه كبيره جدا جدا، فقرر ما يردش عليها. فمش 100 مره، دي بقت تطلبه من موبايل على الموبايل ومن تليفون البيت على مكان لا شغله، ما يعني والموضوع وصل تعب لحاله اعصابه، هستيريه. هو مش بيرد عليها يا هبه برضه حاله تتجنن نفسيه، يعني. دي حاله يعني ما نفسيه. بتردش ليه طيب؟ انا بقى سؤالي، رد فعل يعني الراجل الصيني الجميل ده بعد كده كان ايه؟ يعني هو كمل العلاقه دي؟ يعني هو يعني استمر بعد ال 100 مكالمه ولا عمل ايه؟ عشان برضو ايه نفهم، احنا محتاجين ده نفهم. عمل لها بلوك على طول. ده اقل طبعا واجب، زي ما انت ده ما بتقولي كانش ما بيردش عمل فيها عليها. ابلغ عليها في الاسم. طبعا بص هو كتير، بس انت عملتيها هنا لا انا اعملها 100 اتصلتي مين ده؟ هي تاني مره وشكرا. لو مين يعني ده انا لو بنفترض في كلمته الاولى، اصلا. يعني اي حد بتكلميه مره بتفترضي في الاولى ان هو ما سمعكيش او كان بيصلي او بيعمل حاجه وعنده ميتنج او اي حاجه، لكن في التانيه ما ردش ده انت تاخدي عزاه. عارفه بنتكلم اللفظ بتاعي؟ على حبيب او خطيب او شريك حياه ولا في المجمل انت في تقصدي؟ المجمل في طبعا. المجمل مين لا طبعا، يهبلك مرتين في التليفون ما تطلبهوش تاني خالص؟ الا لو في مصيبه لا قدر الله. ممكن ما هو تتصلي لما لغايه ما يرد، طيب ما انت انما بتتصلي اي شيء تاني ايه اللي يستدعي ان حضرتك تكلم حد مره واثنين وثلاثه وهو ما بيردش يبقى يعني تتفقوا ضمنيا ان انا لما اكلمك اكتر من مرتين يبقى في حاجه ارجنت، وان انا بعملها مع اولادي يعني عشان كلمتك مش تكلمني بعدين، لا مرتين يبقى في حاجه مهمه، انا على الطريق في حاجه ده مشكله في حادثه في شر اي حاجه، فمرتين ثلاثه. ده اتفاق ضمني صح معروف بين كل الناس غير معلن، ده اتفاق منطقي ان اي حد مش هيتصل، بتبص اي حد تلاقيه عاقل كلمك مرتين مش ثلاثه هيتصل اكتر من مره او مرتين الا اذا كان في مصيبه او كارثه صراحه. سودة. بس بتحصل من غير سبب. من الفانز يا حبيبتي. يعني بتحصل، او فانزاتي حد ما عايز اقدرش. حاجه يعني عايز حاجه. طب يعني افترض ان انا نايمه او في ميتنج او معايا زوم ميتنج في شغل اي حاجه اي ظروف، نايمه قافله عامله سايلنت مش شايفاك والله مش متجاهلاك، بس مرتين ثلاثه اربعه كتير صح طب ولا لا؟ او مثلا الساعه 4 الفجر، حقيقة انا بحبك جدا 4 الفجر، اربعه الفجر. بتحبيني 4 الفجر؟ طب ما فاهمين تحبوني ان بدري احنا شويه. بقى بنسهر بقى سهيره يعني. يعني عامة يعني طيب ربنا يزيدهم ويبارك فيهم فنزاتنا ويجعلنا دايما ايه يعني عند حسن ظنهم، يا رب. بس ما نتكلمش كتير.